وبهذه المناسبة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محميد المحميد. مرحبا بك أستاذ محميد في نشرة الثامنة. وكما نعلم بأن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية هي علاقات متميزة، أرسى دعائمها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله. هل تحدثنا أو هل حدثتنا أكثر بخصوص ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نود أن نرحب باسم شعب مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسن ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله في زيارة بلدي مملكة البحرين. الحديث عن العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية هو حديث خاص ومتميز، لأنها علاقات ثنائية نموذجية على الدوام بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبجهود مستمرة ومتواصلة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم مسارات التعاون والارتقاء بها في كافة مجالات التنمية. إن التكامل والتنسيق والتعاون في كافة مجالات التنمية بين البلدين الشقيقين يكاد يكون متطابق بشكل كبير، والمواقف الداعمة لجهود مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والأمن وكذلك جهود السلام في الأمن في المنطقة والعالم. البلدين الشقيقين ضربا أروع المثل في التصدي لجائحة كورونا، قدما من التسهيلات والإجراءات وضمان صحة وسلامة الجميع، وهذا أمر يحسب لمملكة البحرين والمملكة الأردنية. العلاقة الأخوية تعتبر مثالا وصورة من صور الأخوة والتنسيق والتكامل بين بلدين عربيين شقيقين، توجت بأرقى الصور التي تربط صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين. أود الإشارة هنا إلى أن هذه العلاقة المتميزة تمتد بين العائلتين المالكتين كأفضل ما تكون عليه العلاقات الأخوية، وقد انعكس ذلك على تحقيق أفضل العلاقات بين الشعبين وتحقيق مصالحهما المشتركة. هدف هذه العلاقات المتميزة والحميمة بين القيادتين في البحرين والأردن يتمثل في تعزيز وزيادة المكاسب والمنافع للشعبين الشقيقين، والعمل سويا من أجل مصالح الأمة. البحرين والمملكة الأردنية يعملان أيضا في الجانب المحلي وأيضا في الجانب العربي في ملف واحد. مملكة البحرين قيادة وشعبا يكونان للأردن الشقيق أفضل المشاعر وأسماها، فأهلا وسهلا بالملك عبد الله بن حسين الثاني. نسأل الله أن يديم هذه العلاقات الراسخة والتاريخية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. الكاتب الصحفي محميد المحميد، شكرا جزيلا لك.